بات الفراغ في سدة الرئاسة الأولى في لبنان أمراً شائعاً بعد أن حقق رقماً قياسياً عالمياً لم يسبقه إليه أي نظام ديمقراطي، ليصبح علامة بارزة على عمق الأزمة التي يعانيها النظام السياسي الذي صمم على فرض تقسيم طائفي ومذهبي للمناصب العليا وفق الميثاق الوطني اللبناني. ومنذ استقلال لبنان وحتى الآن حصل الشغور الرئاسي في البلاد 4 مرات، حيث استمر في المرة الأولى عاماً و44 يوماً بعد انتهاء ولاية أمين الجميل في ديسمبر من عام 1988، فيما دام في المرة الثانية 6 أشهر منذ انتهاء الولاية الممددة لإميل لحود في نوفمبر عام 2007. أما في المرة الثالثة فامتد الفراغ الرئاسي 2 و5 أشهر عقب انتهاء ولاية ميشيل سليمان في مايو عام 2014 إلى حين انتخاب ميشيل عون رئيساً في عام 2016. ومع انتهاء ولاية عون في أكتوبر عام 2022 وعجز البرلمان اللبناني عن انتخاب خلف له، يخلو قصر بعبدة للمرة الرابعة من سيده على وقع انسداد سياسي مستمر، وفي وقت يمر فيه لبنان بأزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار تاريخي للعملة المحلية وسط توازنات طائفية هشة قد تؤدي إلى استعادة شبح الحرب الأهلية مجدداً برأي كثيرين.